بالرمي العشوائي شاب يحتفل بزفاف صديقه. حرب شوارع في سوق مريدي. أغرب حالة طرد في مباريات الدوري العراقي. والمزيد في هذه الحلقة من تريندينج القومة. أهلا بكم. ظاهرة إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العراق باتت تقليدا شعبيا لا يمكن الاستغناء عنه في جميع المناسبات، سواء أفراح أو أحزان، رغم تسببه بمقتل العشرات سنويا. هذه الظاهرة غالبا ما تلاقي رفض كبير وغضب في مواقع التواصل الاجتماعي عند انتشار أي فيديو يتعلق بتعريض حياة المواطنين للخطر، كالفيديو اللي حنشاهده الآن من الحلة لشاب يطلق النار فرحاً بزفاف صديقه. لنشاهد سوياً. فيديو كهذا لابد أن يحظى بتعليقات كثيرة. كتب في فيسبوك أحمد السلطان يقول: ما أعرف شنو الغاية من الرمي وشنو اللذة بهالموضوع. هذا الموضوع زاد عن حده، وهواي ناس مالها ذنب جاي تتأذى وتنصاب من وراء الطيش والاستهتار مال بعض النماذج التعبانة. أما هادي سعدون فقال في تعليقه: المراجع تقول حرام والعشائر تقول ما يصير، والدولة قانونها يعاقب هالشي، وما زال هناك من لا يسمع ولا يفهم. قولكم أرواح الناس مو لعبة، اتقوا الله زين. أما نصير التميمي فقال في تعليقه: أصبح من الضرورة طالما الدولة غير قادرة على حل هذا الموضوع أن تقوم العشائر العراقية الغيورة بالتبرؤ من أي شخص يقوم بفعل كهذا للحد من هذه المشكلة. أيضا مشاهدينا، وفي سياق نفس الموضوع، موضوع السلاح المنفلت، انتشر فيديو تصدر الترند العراقي هذا اليوم. أظهر مواجهة مسلحة وأمام أنظار المارة في سوق مريدي شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين. بحسب المعلومات الأولية فإن المجني عليه هو من أقرباء القاتل، والجاني أو القاتل يعمل منتسب في حماية المنشئات، وأن المواجهة حصلت نتيجة خلاف على محل لبيع الملابس. القوات الأمنية طوقت مكان الحادث لاحقا وألقت القبض على القاتل وأودعته التوقيف. ضربوه مات كتله.
من بغداد وهذا الفيديو ننتقل إلى محافظة النجف واللي شهدت أو شهدت منذ يوم أمس أمطار غزيرة، الأمر اللي استدعى إعلان اليوم عطلة رسمية في المحافظة حفاظا على سلامة الجميع. من النجف مشاهدينا والأجواء الماطرة انتشر فيديو تم تداوله بشكل كبير لمواطن يشيد برجل مرور قام بمساعدة سائق سيارة توقفت سيارته وسط الشارع. لنشاهد سويا. جميع واحد يعني يتجاوز على المرور مو شريف. شوف 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 خطيف هالمطارد هالجسمه ودفع الرجال هذا الله اكبر. شوف هاي السواق بتنزل تدفع وياه هاي العبريه. شوف ونقول عمي رجال المرور قلوبهم مثل قمصانهم يا مسلمين والله العظيم من واقيهم هاي خبزتهم حلال والله كلكم المرور. بارك الله فيك يا بيبي بارك الله فيك يا حبيبي. انسان رجال خال علاقه رجال ابو تاكسي بس شوف عملنا شريف نقول شريف هذا الشريف عم يبين. بارك الله فيك هذا خبز حلال هذا هو من حلال. بارك الله فيك. شوف شوف هالمطر هالوقت المتاخر يعني الساعه 8 بالليل وتمطر الدنيا وكل غلس واقع النوم من عنده بس عمي ما قبلك غيرته ما قبلك شريف هو هي هاي هذا. وبسبب سوء الأحوال الجوية أيضاً وعدم وضع لوحات تحذيرية من قبل القائمين بأعمال الصيانة في أحد طرق محافظة السماوة انقلب السيارة في منطقة حي النصر الأولى. أمها يومية بالليل ثلاث حوادث هاي الحفرة مال مجاري يومية بالليل ثلاث حوادث والله يومية خلال عشرة أيام سادس حادث خلال ثلاثة أيام. صورها هاي الشركة حفرتها وراحت. يا شركة ها كم يوم صار هنا؟ أمس بالدراجة تعور والله رأيه احتمال مات. زين؟ هاي الحفرة صار 20 يوم مفتوحة. هاي الناس شوف حفرة الشارع عفوا صار شهر. هاي الشركة السايدين جربوا قالوا لي مقابل مجمع صادق لحد الان يمكن اثنين ماتوا والله ودراجة مش عم الله امس مطفيها من هنا هو امس نفس الحالة يوميا مقابل محلاتنا لاني يوميا اسوي. من محافظة السماوة انتشر فيديو اخر اظهر سقوط سيارة في حفرة لمشروع غير مكتمل في حادثة تتكرر لاكثر من مرة ولنفس الاسباب دون وجود اي حلول لمنع وقوع ضحايا في حوادث كهذه. لنشاهد دراجة انسقرات مننا كفيلك العفو تركب ناشد البلدية ناشد المقاول شو ناشد التحدي انا ناشد القضاة باكر اقيم عليه دعوة ويخش سيارتي هاي انت من وياك دمرني كان وفال ويا الجو لا حول ولا قوة. هاي يقول لك هاي رابع حادث صحيح؟ علامة ما في علامة علامة ما هذا بالحلويات هذا بالحلويات هذا بحال هو الخل الشري هو الخل الشري هو الخل وشري سنة رفيع يومية هاي حادث يومية كل ساعة محفورة عبد أبو تيمة عبد أبو تيمة تو أبو تيمة وتو أبو تيمة أبو تيمة أنا صاحبي السيارة لا رسالة لمجلس المحافظة للسيد المحافظ لمدير البلدية شوفوا لنا هاي الكارثة اللي يومية حادث بموقع مركز المدينة بمحافظة المثنى مقابل مجمع صادق انطشر هذا صاحب السيارة لا حول ولا قوة لا في شوارة خلي لا في شوارة أي علامة ماكو أبو المحل إيش أبو المرور وشاف وإيش الضابط وشاف ويطير ويخلي ويخلي ويرحل يشتري ويخلي ويرحل استاذ طلال هو حتى إنارة ما يعني المنطقة البلدية ناشد عربا. إليكم مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على هذه الفيديوهات اللي شاهدناها من السماوة. عباس اللامي كتب في فيسبوك يقول في دول يحكمها القانون المتضرر يقدر يرفع قضية على الشركة المسؤولة عن المشروع بس في العراق اسمعت لو ناديت حيا ولا حياة لمن تنادي. علي راشد البلد كله يعاني نفس المعاناة وهي الفساد فقر بطالة انعدام خدمات والمسؤول هم بس جيبه. صباح قاسم قال أيضا في تعليق له ماكو خوف من المحاسبة وكل من إلى فاسدين يدرون أقساها. تعليق وشير ومناشدات على التواصل الاجتماعي ولا عقاب ولا هم يحزنون. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على الفيديوهات اللي شاهدناها من السماء. وننتقل الآن أو نعود الآن إلى بغداد.
نهر دجلة استحوذ في الأيام السابقة على الأخبار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعد أن زاد منسوب المياه فيه. ورغم فرحة العراقيين بأخبار كهذه، إلا أن مواطن قام بنشر فيديو يوثق وجود كميات كبيرة من النفايات أيضا في نهر دجلة، مما يثير قلق بشأن التلوث البيئي وتأثيره على صحة المواطنين. لنشاهد سويا هذا الفيديو. طبعا نهر دجلة يتيم، لأن هو لا تابع للكرخ ولا تابع للرصافة، فأي بلدية ما لها دخل. هسه عليا من ما أعرف، يعني على جهة مجلس محافظة ترى بيها ضربة من الفلوس، يعني إذا حركتوا نفسكم أم بيها نعمة من الله. شوفوا له شارة، يعني النفايات هاي. التعليقات المنتقدة لهذه الجريمة البيئية أيضا كانت كثيرة في منصة أكس. حسين العراقي قال: الله المستعان، نهر دجلة تستفاد من المحافظات لزراعة والسباحة والغسل، وناس ما عندها إحساس تقوم برمي نفايات في الماء. نطالب بتجريم رمي النفايات في الأنهر ووضع عقوبات صارمة على ذلك. هبة أوس كتبت في تعليقها: العراق إلى أين؟ يعني ترى إحنا شعب نظيف، شلون صرنا هيك؟ الشعب أكثر مسؤولية من الحكومة هيك أماكن. أما ليلى العبيدي فقالت: لا حد يلوم الدولة، ترى المسؤولين من يعبرون الجسر ما يشوفون هذا المنظر لأن لابسين نظارات. أيضا مشاهدينا، تم تداول فيديو من ملعب النجف الدولي يظهر الحالة المزرية للملعب بعد انتهاء إحدى المباريات فيه. مباراة نفط الوسط ونوروز، جولة 16، ملعب النجف قدام. مشاهدينا، في الترند الرياضي هذا اليوم تم تداول فيديو لأغرب حالة طرد، حيث قام الحكم بطرد أحد المسافين بإحدى مباريات الدوري العراقي. لنشاهد سويا هذا الفيديو. ماذا هناك؟ بطاقة حمراء؟ ماذا هناك؟ بطاقة حمراء على أحد المسافين، على أحد الكادر، نعم الكادر الطبي، بطاقة حمراء على الكادر الطبي، نعم هكذا أمور تحدث، يعني تكون من النوادر لكنها تحدث في عالم كرة القدم. حكم اللقاء له الحق بإشار البطاقة الحمراء على أي شخص موجود داخل الملعب، داخل الملعب عدد جمهور، نعم عدد جمهور لا يستطيع. من هذا الفيديو ننتقل إلى موضوع آخر. الازدحام المروري مشكلة تؤرق العراقيين بشكل كبير، خصوصا في العاصمة بغداد، والتي يشكو مواطنوها من تأخر الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول لهذه المشكلة. شاهدوا معي هذا الفيديو من سريع القناة. وإلى فيديو آخر منتشر أيضا في الترند العراقي يظهر وقوف العشرات من الطلاب أمام بوابة جامعة التراث، والتي منع دخولهم إلى الحرم الجامعي بسبب عدم تسديد الأقساط. هذه كانت مشاهدينا بعض الأخبار والفيديوهات اللي تم تداولها في الترند العراقي. للمزيد من أحداث متداولة في السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العربية. تداعيات مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل في أعقاب الحرب التي تشنها على قطاع غزة أصبحت أكثر وضوحا، حيث تشهد شركات عالمية عديدة استهدفت بالمقاطعة تراجعا كبيرا في أوضاعها المالية.
هذه المقاطعة ما زالت مستمرة ودعوات للاستمرار فيها ما زالت مستمرة أيضا، وهذه المرة جاءت من خلال مجموعة أطفال من الأردن. لنشاهد ماذا فعلوا. قاطع عشان غزة. دعت المخرجة التونسية كوثر بن هنية والممثل الفرنسي البلجيكي أريا فورتالتير إلى وقف إطلاق النار في غزة عند تسلم كل منهما جائزة سيزر الفرنسية خلال الاحتفال 49 لتوزيع هذه المكافآت في باريس. لنشاهد. الفيلم ne change pas le monde mais change notre rapport au monde et c'est pourquoi je crois qu'on devrait utiliser un peu notre notoriété pour défendre la justice dans ce monde car on vit dans un monde où les criminels de guerre paradent en toute impunité alors que quelqu'un comme Julian Assange, le meilleur d'entre nous, croupit en prison. Navalny est mort, ne laissant pas Julian Assange avoir le même sort. En parlant de journalisme et de liberté d'expression, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 70 journalistes qui ont été ciblés et tués à Gaza, dans l'enclave interdite aux journalistes. Parce que dire aujourd'hui arrêter de tuer des enfants devient une revendication radicale, c'est complètement hallucinant. Une revendication qui... on va pas se taire, on va pas se faire intimider. Il faut que le massacre cesse. شاهدنا بعيدا عن الأحداث في غزة، المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب وكعادتها تصدرت للترند الفني بعد انتشار فيديو لها من كواليس حفلها الذي أقامته يوم أمس في بيروت. ظهرت شيرين في الفيديو وهي مستمتعة بسماع وترديد أغنية كذابة لطليقها حسام حبيب، في تصرف اعتبر البعض تمهيدا لإعلان عودتها لحسام، والبعض الآخر فسر الفيديو بأن شيرين تشمتت بحسام حبيب بسبب حذف الأغنية من يوتيوب. شيرين عبد الوهاب، وهذا الفيديو نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العالمية وإلى مقطع متداول لاعتداء الشرطة الإيطالية بوحشية على طلبة مدارس في مدينة بيزا، ما أثار غضبا واسعا في إيطاليا، حيث دعت المعارضة الإيطالية وزير الداخلية إلى المثول أمام البرلمان. هجوم واعتداء الشرطة الإيطالية على المتظاهرين أثار استغراب المتابعين في منصة أكس. عزة سليمان قالت: قتلوهم بالضرب الحكومات اللي مرضتنا بحرية التعبير وحقوق الإنسان. حمزة الناصري أيضا قال:
حقوق الإنسان مجرد ذريعة لتدخل الغرب في شؤون دول العالم الثالث، وبلا ما نحكي على ازدواجية المعايير بين روسيا وإسرائيل. أما أحمد حمادة فقال: ماذا حدث للحريات في الدول الغربية؟ لا أصدق أن هذا يحدث في إيطاليا. لا يحق لأحد دعم غزة في مواجهة الصهاينة وإسرائيل. أيضا مشاهدينا، في كندا لم يعد مسموحا أن تكون من فلسطين، حيث وثقت فتاة كندية إزالة فلسطين من خانة مكان الولادة في جواز السفر الكندي. Bassa Palestine, but it expires this month and she's trying to get it renewed. According to the government of Canada, on her new passport, Palestine has to be removed and replaced with no country of birth. When you try to renew your passport in Canada, Palestine is not an option for a country in the drop-down list. Imagine being 90 years old and having your actual place of birth just erased from your identity. This is cultural genocide. Please make sure as many people see this as possible, so the government of Canada has to change. مشاهدينا، مقابل كل هذه المحاولات لدعم إسرائيل، يشهد العالم أيضا مظاهرات حاشدة ودعوات لإيقاف هذه الحرب والإبادة في غزة. ففي مدينة مانهايم الألمانية خرجت تظاهرة للتضامن مع غزة ضد القصف الإسرائيلي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. في بريطانيا أيضا خرجت مسيرة من وسط مدينة برايتون متوجهة إلى مصنع الأسلحة L3 هاريس، والذي ينتج آليات إطلاق القنابل لطائرات F-35 للاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر استخدامها عن مقتل آلاف الفلسطينيين في غزة. Palestine will be free. We stand.